في لأننا تقدمنا بدعوة لإلغاء المحكمة الإدارية، هو يقول كلام ونحن نطبق، وتقدمنا أيضا بشكاية للقضاء الجنائي على خلفية جريمة الزوير التي لا يمكن الفرار منها بأي وجه كان. تقدمنا المجلس الوطني حقوق الإنسان، تقدمنا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من شؤون محاربتها، بل أيضا على خلفية التصريحات تقدمنا بتظلم بشكل رسمي الديوان الملكي، لأن هذه التصريحات فاقت حدود اللباقة وفاقت يعني حدود الاحترام على أبناء الشعب وعلى هذا الواقع المري اللي كنعيشوا. المعركة ديالنا هي معركة ماشي من جولة واحدة كيف كنقول دائما، فيها مجموعة الجولات، لأن كنتصارعوا مع لوبي كبير، رحنا طلبة عزل وكنتصارعوا مع المعركة منذ بدايتها غير متكافئة، كاين واحد اللوبي ديال الفساد مع واحد طلبة قلال، ولكن الحمد لله هاد الطلبة القلال بينا بالقدرات اللي عندنا وبالتكوين ديالنا فرضنا امر الواقع، فبالتالي الوزير ولا يرتعش خوفا من الخطاب ديالنا ويصفنا بكم شو ويصفنا بابشانو، لكن نقول نحن بالمرصاد ويمكن ان نتخذ جميع الخطوات التي لا تخطر على باله لكي ننتصر ان شاء الله، لذلك نحن مستعدون للدخول في اضراب على الطعام مفتوح وان لا ننهزم في هذه المعركه. رايي الشخصي انا بعدا انه رجل غير مناسب في المكان الغير المناسب، مرصبة في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وعن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. حنايا اليوم في الخرجة ديالنا الثالثة أمام البرلمان اللي كنأكدوا فيها على أننا ما غاديش نرجعوا اللور، وأننا صامدون وأننا آمنين بالقضية ديالنا، وما غاديش يعني ديك سياسة التخويف والترهيب ما غاتدي منا والو، لأن حنا الحمد لله في واحد مغرب جديد، مغرب نموذج تنموي، المغرب ما بعد دستور 2011 اللي الحمد لله المغرب ضرب فيه أشواط كبيرة في الحريات والكرامة ديال الإنسان والعدالة وحقوق الإنسان ومواثيق الدولية واتفاقيات الدولية وهذا الشيء. بالنسبة للخرجة ديال السيد الوزير، آخر خرجة ديالو كنشكره بعدا، شكرا ليه لأنه أمدنا بدماء جديدة، ولأنه أعطانا فعلا الخروقات القانونية اللي كنا حنايا لولا أنه لولا الخرجة ديالو ما كناش غنعرفوها، كنا غنقتصروا فقط على الأوراق ديال العائلات الأسماء وداك الشيء اللي يمكن يكون ما غاديش يكون كافي لينا باش فاش غنسلكوا المساطر ديالنا القانونيه وباش سلكنا المساطر القضائيه ديالنا وهذه. ولكن الوزير كل ما خرج سبحان الله العظيم كيخرج للصالح ديالنا، علاش كيخرج؟ كيبين لينا ان فعلا الامتحان ما كانش نازيه، وكيبين لينا ان كاين الخروقات وان القانون ما كيتحترمش، وكيعترف بعد ما طلساني انه اخترق القانون. وهذا وزير، هذا وزير ديال وزاره العدل اللي هز واحد الثقل ديال واحد الحقيبه وزاريه كبيره بزاف، راه وزاره العدل في المغرب راه ماشي شي حاجه صغيره، باش يخرج وزير العدل ويعترف بانه هو خرق القانون وسجل الناس في نهار قبل الامتحان، وهذا الشيء ماشي من حقه، ما عندوش حتى شي حق، لان القرار اللي صدر عليه راه كيتلغى بواحد القرار اخر، وما شنبوش شي قرار، ما علمش، ما دارش شي بلاغ انه يا ناس وكواك عباد الله راه حنايا فتحنا تسجيل اللي بغى يتسجل باش هنا يضمن تكافؤ الفرص. هنا الناس اللي تسجلوا وما لقاوش سميتهم وداروا ملفات التظلم وما لا مجيب، حتى واحد ما سمع ليهم، في حين انه شي ناس اخرين شكون هما الله اعلم، ولاد من هما الله اعلم، كي داروا تسجلوا الله اعلم، شنو هما الارقام ديالهم الله اعلم، يعني بزاف الاشكاليات اللي كاينين هنايا. هادشي راه كيخلينا اننا نشكو ونتاكدو باش يشكو، راه هذا تاكيد انك زورتي وتخرج وتقول علينا كومشا، حنا ماشي كومشا، حنا راه اكبر من الكومشا، حنا واحد تقدر تقول يقول كومشا، ولكن ديك الكومشا يمكن اللي غتصفطو يتكلمش، يمكن الله اعلم، لان كيحقر في ولاد الشعب بزاف، يخرج يقول علينا زوباعه صغيره، يخرج عليه يقول علينا تقاشر وما عرفت شنو، غنبقاو هكا حتى يتسمع الصوت ديالنا، حتى يتفتح تحقيق، حتى يتلغى الامتحان، لان الامتحان ما كانش فيه شروط تكافؤ الفرص، الامتحان ماشي عادل، الامتحان هذاك هو الصمت عار على مهنه المحاماه، واحد المهنه اللي شريفه، وحنا راه غنبقاو ديما صامدين كما قلت لك الى ان يسمع صوتنا ان شاء الله.
اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.